مرحبا بكم وعسلامتكم في برنامج عسلامة اللي كي عودناكم كل مرة يثير موضوع من موضوعات حياتنا الروحية، وهذا يتمم من خلال الاستفسارات تفضلوا بها كما تتفضلوا بمزيد من الاقتراحات متاعكم اللي نحاولوا احنا من خلالها نثيروها مع برنامج عسلامة مع ضيوفنا الأعزاء كما تعودنا بهم، ويسعدنا حضورهم. عسلامة عماد، عسلامة بسمة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. اليوم باش نواصلوا في الرد على الاستفسارات اللي تفضلتوا بها اللي هي تردنا من تونس ومن كافة الأقطار العربية كما من جاليات تونسية مقيمة في أوروبا وعربية. نعم، نتوجه لهم بالشكر. اليوم نحب نقول تحية وتحية شكر من أختنا ريما، وهي تونسية تقيم في بلد كما قلت أوروبي، تقول وهي تسأل عن أحوال الكنيسة في تونس. شو نقولوا لها؟ لباس، بارك الله فيك. عندهم شوية مشاكل، نعم. أما عموما لباس، عندهم بعض الاحتياجات أما عموما لباس، نعم. الكنيسة تنمو وتكثر، تزداد في النعمة، تزداد في المعرفة، تزداد في العدد، لكن أيضا الناس وقت يجي ويجيب مشاكلهم. يعني الإنسان كما وقت الآية تقول تعالوا إلي جميع المتعبين والثقيلي الأحمال، ما لش يجينا؟ يجينا متعبون وثقيلي الأحمال، يجيب مشاكلهم ويصبحوا جزء من الكنيسة، فتصير مشاكلهم جزء من الكنيسة. وهنا يستحضرني مثال جدا رائع حول التشبيه، نعم. للكنيسة، فما واحد قال الكنيسة هي عبارة عن استعجالي، عبارة عن مشفى، أما يقوم بالأمور الاستعجالية بسرعة، نعم. ناس يجوب مشاكلهم، يجوب احتياجاتهم، طالبين شفاء يسوع، طالبين راحة يسوع، نعم. لأن العالم هو ماء تستطيع أن تشرب منه لكن ستعطش أبدا، ستعطش مرة أخرى، نعم. المسيح هو الماء اللي باش تبدأ تشرب بشوي بشوي وتتعود على ماء جديد وتحب ما تعطش. الناس مشاكلهم، فما اللي تعود على نمط حياة معينة، نعم. التغيير يتم بشوية بشوية، لكن التغيير بيده مؤلم، نعم. التغيير بيده مؤلم، يؤدي إلى مرحلة شك أحيانا، يؤدي فما ناس يجيوا يعيشوا مرحلة في الكنيسة من بعد يتصدم، لأنه فما ناس هو عنده انتظارات معينة، يلقى ناس كيفه، نعم. يلقى ناس مصابين كيفه، ناس محتاجين كيفه. إذن نحب نشجع الناس اللي في الداخل واللي يسألوا اللي الكنيسة لباس، الكنيسة تكبر تنمو. للأسف أحيانا فما مراحل خوف ومفهوم هذا، وفما لحظات اضطهاد. أنا نعرف ناس مثقفين وفي درجات اجتماعية باهية ومؤمنين بالمسيح، لكن لم يستطيعوا لسنوات عديدة رغم أنهم في مستويات عليا أن يجاهروا بإيمانهم بالمسيح، وهذا موجود حتى في الإنجيل نفسه. يعني نعم، يستحضرنا دائما مثال نيقوديموس، رجل الدين اليهودي الذي أتى المسيح في الليل. صحيح. بالضبط، مازال عندنا بعض النيقوديموس في تونس. نعم. تفضل عماد، تحب تواصل؟ شكرا. يعني عموما لباس، لكن نحب نشكرها ونشكر كل من يسأل ويصلي من أجل الكنيسة في تونس. أختنا ريم هي مؤمنة بالمسيح منذ 4 سنوات، وتقول أنه هي في ربي يباركها، وتقول أنه في زيارتها في تونس في كل صائفة تحب تزور كنيسة في تونس. هل لها إمكانية ذلك؟ وين بالضبط؟ من السهل أن تتصل بالبرامج، بالتليفون موجود على البرنامج. إذا كان هي في مدينة قريبة من مجموعة من المؤمنين المسيحيين، أكيد نحن التوانسة نعطوها كونتاكت، باللي نعرفه. أحيانا فما برشا ناس ما نعرفهمش. أكيد. هناك أيضا مستمع ومشاهد من مدينة الحمامات، وتحية إلى أهلينا في الحمامات، مدينة جميلة. نعم، أخونا هو مشجع للبرنامج، يصلي لأجلنا ويريد أن ينتمي للكنيسة المحلية في تونس، كيف له ذلك؟ نعم. مرة أخرى يتصل، نعم. بالأرقام، وأكيد سيقع توجيهه للكنيسة الأقرب للمكان اللي موجود فيه. نعم، هنا سؤال ذي موجه للبسمة، هي تتوجه ليك بتحية خاصة لك، عايشة بارك الله فيها. تحية إلى كل النساء المسيحيات في تونس، وأعجبتها حلقة سابقة بينك وبين أختنا حنان، وتريد أن تدخل في كونتاكت معك، في تواصل. كيف لها ذلك؟
أكيد أنا يشرفني ويسعدني برشا أني نتعرف عليها وحنان، وحتى هي مش موجودة أكيد نفس عندها نفس الشعور. أهلا وسهلا بها، صديقة دائمة وأخت عزيزة في المسيح. تتصل بينا على الإيميل، تتصل بينا على العناوين اللي تطلع ويساعدنا ويشرفنا أن احنا ندخل في كونتاكت معها. نعم، أخونا أيضا يوسف وهو مقيم في بلد أوروبي يشجع البرنامج ويصلي من أجل أيضا حلقات ومواضيع البرنامج. هناك أخ أيضا تونسي عايش في برشلونة وهو مهتم بالمواضيع أيضا المثارة في حلقة في برنامج عسلامة، اسمه عادل على من ذكر من الإيميل، اسمه عادل بالمناسبة. وهو يقول المذهبين تحصل على كتاب الحياة، ربما هنا نمشي معه أكثر من ذلك، أنه إذا كان أمكن في تواجده في برشلونة كيفاش ممكن نجمعه بأخوة مؤمنين. الانترنت سهل، بس الحاجة دي من الانترنت، ويمكن نتصل بأي كنيسة إنجيلية في إسبانيا أكيد يرشدوا. أكيد في برشلونة هناك عدد الكنائس الإنجيلية. نعم، سيدة أيضا من مدينة المهدية وهي تعيش في مدينة في إيطاليا في أوروبا، من مشجعي برنامج أيضا عسلامة، مشاهدة من أريانا في تونس، تريد صلاة شفاء، وبالمناسبة تقول أيضا حول استفسار حول معجزات المسيح، إذا أمكن عماد جاوب. معجزة شفاء. المسيح كان يجول يعلم ويصنع معجزات. السيد المسيح إلى اليوم يجول ويصنع معجزات في السماء، يشاهد ويصنع معجزات من خلال الكنيسة، من خلال أبنائه، من خلال صلواتنا المرفوعة للناس هذه. أكيد سنصلي من أجل شو اسمها هي؟ من أريانا؟ هي من مدينة أريانا. الحق مش مشاهدة من غير بدون مشاهدة اسم. بدون اسم. بدون اسم. نفهم هذا الأمر. نعم. أكيد رب سيستجيب لطلبتها إذا كان حسب إرادته. خلينا نصلوا الآن من أجلها. إلهنا الطيب، نشكرك ونباركك في هذا المساء، في هذا البرنامج، في هذا الوقت، أنك تلمس احتياج هذه المشاهدة يا رب. نشكرك لأنك كلي القدرة، أنت هو الأمس واليوم وغدا. نسألك في اسم المسيح أن تشفي هذه المشاهدة، ولك كل المجد. اسمك آمين. نعم. آمين. آمين يا رب. هي أيضا حابه تعرف على معجزات السيد المسيح، بالمناسبة إذا أمكن يعني تغطية بسيطة ربما على الموضوع هذا. يعني نعم. إذا تحل الكتاب المقدس وخاصة العهد الجديد وفي الأنجيل بالتحديد، يوحنا لوقا ومتى مرقس، تجب تقرأ على المعجزات اللي قام بهم سيد المسيح. منعرفش قديش باش نعدد لك أحلى شيء إنك تقرأهم، أما ممكن نحكي له إنه السيد المسيح في كل معجزة قام بها مش قيمتها إنها هي معجزة. نعم. قيمتها هي العلاقة والمحبة اللي حاب يوريها للشخص اللي صارت معها المعجزة. ونستحضر في الحالة هذه حالتين قدامي، كانت امرأة أرملة وعندها طفل شاب وحيد مات، وهو كان متعدي وشاف جنازة بحذاه وشافها تبكي، تحنن عليها. نعم. وأحيا ابنها. فما معجزة أخرى أنا نشوفها بالنسبة لي أنا رائعة جدا، على قائد مئة روماني. نعم. معناها هو جندي، قائد جيش. نعم. قائد الجيش هذا هو مش يهودي، هو روماني، ممكن بالمعنى اليهودي هو كان أممي. كان عنده خادم مريض، بعث مغسول للسيد المسيح وقال له الخادم بتاعي انا نحبه ياسر. نعم. وانا نطلب منك وانا نفهم. انا زاد رئيس ومرؤوس، وقت اللي نعطي اوامر ونتلقاها نطيحها. نعم. قال له يكفي منك انك تقول كلمه من عندك انه الخادم بتاعي يشفى، فيشفى. سيد المسيح وقت اللي وجه الرسول عند القائد المئة هذية قال لهم لم أرى إيمانا أعظم من هذا في كل إسرائيل. نعم. وقام بشفاء الخادم بتاعه هو. نعم. يعني معجزات يعني تقراها رائعة جدا، وهي تعكس محبة يسوع لكل إنسان ولكل إنسان محتاج. نعم، أنا نحب هنا ربما أثير مع أخوي عماد. البعض يسأل هل المعجزات انتهت من زمن المسيح والرسل، أم هناك إمكانية لحضور هذه المعجزات ما بيننا وبنا؟ بالعماد عنده اختبار. للأسف للأسف تجد ناس ميؤمنوش بمعجزات المسيح اليوم. نعم. من داخل المسيحيين أكثر من خارج المسيحيين. جينا طلبات صلاة من أجل شفاء. نعم. من أجل عديد الأشياء الأخرى حتى من خارج الكنيسة. فما اللي يظن أن زمن المعجزات انتهى باعتبار اللي نحن طلعنا للقمر.
ونحن عملنا الانترنت. واحد في ايطاليا يكلم واحد في كاراكاس، يكلم في واحد في فنزويلا، يكلم في اسبانيا، في ايطاليا، يكلموا بعضهم ديريكت. تحكي لي على المعجزات، يعني سيت بلاي ما تدخلش بي متاهات، مش لوجيك يعني. خاصة نحن يعني المثقفين وحاصلين على شوية شهائد جامعية، ما تحكيليش ما تحكيليش معناها لا، زمن المعجزات لا زال متواصل. وجود الله في حياتي معجزة. إنه إنسان يستوعب كلمة الله في الكتاب المقدس معجزة. الله لا زال يشفي اليوم. أنا زارني في بيتي صديق تونسي من مرسيليا، من مدينة جربة. عاش طول حياته مشلول، صلى من أجله شخص معين في اسم المسيح فشفي. الآن يمشي ويسوق سيارته. عندي صديق في الكنيسة، خمسة أطباء، اسمه رشيد، وهو يعني من أحد خدام الكنيسة الإنجيلية في تونس. خمسة أطباء أمضوا في تونس في مستشفى شار نيكول 3، واثنين في مستشفى يعني كلينيك خاص في الدندان، أمضوا على أنه أمه انتهى يعني أجلها وستموت في غضون ساعات، مش أكثر من نهارين. وكان حزين وتصل بنا وصلينا، صلينا كل مع بعضنا. المرأة هذه عاشت سنة كاملة بعد ما أمضوا الأطباء أنها ستموت في يومها ذاته. اثنين حضرت حفل زفاف ابنها. أقول أنه السيد المسيح لا زال يعمل. أمين. معجزات المسيح كثيرة اختبرناها شفنا، أما فما ناس حتى كان يشوفوا ما همش مش يصدقوا، تعرفش علاش؟ لأنه السيد المسيح ذاته أقام الموتى. اليهود تآمروا لقتل من أقامه المسيح، مش آمنوا. واليهود حاكموا السيد المسيح لأنه شفي مريض في السبت. الناس ديما الناس هما الناس يا رياض. صحيح. كان اليوم وقت طلعنا للقمر، أنا ساعات نبقى به طلعنا من القمر، يكلمني واحد مثلا من طرابلس ولا من قفصة، طلعنا أنت طلعت للقمر؟ أنا عندي صديقي في النازة هو مسيحي، هو اللي طلع للقمر صديقي، وهو صديق شخصي يعني نعرفه. نعرفه كما نعرفك أنت. نعم. واحد. اثنين اختبارات عديدة عشناها لمن يريد أن يؤمن. بالإيمان نستطيع أن نغير الكثير من الأشياء. آمين. المسيح لازال يشفي. آمين آمين. أنا نحب زادة نشجع أخ في تونس اسمه كيلاني. نحب نقول له أنه ما يفكرش أنه هو وحده. ونحب نقول له زادة سيد المسيح قال في العالم ستعانون ضيق، لكن نقول لك يا كيلاني افرح، لأنه يسوع قال أن انتصرت على هذا العالم. نعم. فيتشجعوا وإحنا نفكروا فيه ونصلي من أجله. نعم أمين يا رب. هناك أخ من مدينة سوسة اسمه جمال يسأل عن الحرية في المسيح، ما المقصود بها؟ أستطيع كل شيء في المسيح. نعم. الذي يقويني. أمين. هذه هي الحرية في المسيح. نعم. الحرية بالمعنى الكتابي هي أنك تعمل كل شيء فيما يوافق شريعة الله، فيما يوافق كلمة الله، فيما يوافق إرادة الله. يعني مثلا نعيش بحرية، ناكل بحرية، نشرب بحرية، لكن في اللباس مثلا نلبس لباس الحشمة والتواضع، رجال ونساء. رجال ونساء. واحد. فما ما يليق وما لا يليق، لكن الحرية في المسيح هي لا تتعلق أكثر باللباس والطريقة العيش. الحرية في عفوا تتعلق بطريقة العيش. الحرية في المسيح أني أصبح حر. نعم. من القيود. حر من عبودية إبليس، بطل الدخان. نعم. حر من أني نبطل الشراب، لأنه الناس مش سهلة نبطل. حر أني نبطل الكذب. صدقني يا رياض. صحيح. صدقني أنه الناس المربوطين بالكذب أكثر من اللي تنجم تتصور. أنا أشاهد برامج تلفزية لأناس محترمين، علماء نجم نسميهم. نعم. يعني آخرهم اللي سميته الدكتور العوة في برنامج القاهرة اليوم. نعم. سرد مجموعة من الأكاذيب يعني كيف أستطيع أن أرد على مشاهد يتحدث عن هذه القناة التي نعمل فيها وهو يكذب، وهو يدافع بالكذب. كيفاش باش تدافع على واحد يكذب؟ كيفاش تدافع على واحد قال ان المسيح في شمال افريقيا يتلقون 300,000 دولار؟ صحيح. مليون وهو مقتنع. مليون الف دولار. كيف تدافع، كيف تتعامل مع انسان يعني عبد الكذب؟ نعم. الحريه في المسيح
هي أن أن تتحول من عبودية إبليس إلى حرية النور. نعم. أستطيع كل شيء في المسيح. وعماد يقرأ أنا حليت كتاب في الرسالة الأولى إلى مؤمني كنيسة في كورنثوس، يقول كاتب الرسالة: هناك من يقول كل شيء يحل لي ولكن ما كل شيء ينفع، كل شيء يحل لي ولكني لا أرضى بأن يستعبدني أي شيء، الطعام للبطن والبطن للطعام، والله سيقضي على الاثنين معا، أما جسد الإنسان فما هو للزنا، بل هو للرب والرب للجسد، والله الذي أقام الرب من بين الأموات سيقيمنا نحن أيضا بقدرته. أنا وفقا لكلمة الله. نعم. فما حرية في المسيح؟ أكيد، لأنه أهم حرية أن أنا تحررت من عبودية إبليس، من عبودية الخطية. لكن وقت لي أنا أصبحت حرا، أصبحت عندي مسؤولية تجاه تلك الحرية. أمين. ومسؤوليتي هذه أنه كل ما أعمله يجب أن يمجد رب يسوع المسيح، له كل المجد. نعم. شكرا اللي تفضلت به أعزائنا الحضور، واليوم نحب نكملوا ما تبقى ربما من هذه الاستفسارات، لكن قبل ذلك ناخذ فاصل معكم مع السادة المشاهدين ثم نعود بعد قليل. عزيزي المشاهد، إذا حبيت تعرف أكثر عن قصة الله مع الإنسان، يسعدنا أن نهديو لك كتاب الحياة مجانا، راسلنا على العنوان اللي بتشوفه على الشاشة. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم من جديد، باش نواصلوا في موضوع حلقتنا دي اللي هو كان ردود على الاستفسارات اللي تفضلتوا بها، واللي احنا من خلال هذه الاستفسارات حاولنا نشكل مواضيع أثرتوها، ونحاولوا مع ضيوفنا الأعزاء اللي يسعدنا دائما حضورهم باش نجاوبوا ونثروا هذه المواضيع. أقول كلمة فيما يتعلق من شجعنا بالكلمة الطيبة، أيضا نتوجه أيضا بالشكر وبالمباركة ولمن انتقدنا بشدة، ونقول الرب يبارككم وربي يسامحكم. نعم، وربي يهدي. هناك أخت من جمهورية مصر العربية وهي لها خدمة في مدارس الأحد، تفضلت إذا أمكن مدها بباوربوينت حول قصص من الكتاب المقدس موجهة للأطفال، ماذا نقول لها؟ أنا نقولها مورا. نعم. يعني أنت تقوم في خدمة خدمة. نعم. كبيرة ياسر. نعم. مع الأولاد الصغار اللي هم الأساس في الكنيسة، وربي يباركها، وأكيد المجموعة اللي معنا في الفريق العامل أكيد هم باش يهتموا بالإيميل متاعها ويشوفوا لها كل الاحتياجات متاعها ويواصلوا التعاون معها هي. نعم. وصلوا من أجلها. نعم. هناك أيضا أخ مقيم في مدينة في جمهورية ليبيا الجماهيرية الليبية، وهو يعمل مهندس يريد أن يعرف أكثر عن المسيح، ماذا نقول له؟ إذا يعني نشكره من أجل اهتمام هذا المهندس الموجود في ليبيا، بشير اسمه، مشاهدة هذا البرنامج. واحد، اثنين ندعوه أكثر أنه يواظب على مشاهدة قنوات المسيحية وأيضا قراءة الكتاب المقدس. نعم. إذا كان يحب برامج تلمذة، هناك في أمة في المسيح يستطيع أنه يطلب برامج تلمذة وأنه ينمو في معرفة كلمة الله وكتاب الله. نعم، شكرا على شجاعة أخونا هذا، وربي يحميه وربي يباركه، وإحنا سعادة أن احنا سمعنا منه ونحب نسمع أكثر أخباره أخبار من ليبيا. يعني أمين. أمين أمين. ونصلي من أجله من أجل ليبيا. أمين. هناك أخت أيضا تساءلت وتطرح، تقول أنه ديما هي تشاهد في برنامج عسلامة فيها، لكن بالمقابل تقول أنا هذا البرنامج ما زادني حتى شيء، بالعكس زادني تشبث وتمسك بما تعتقده. من شكرا. نعم. شكرا. نعم. فقط بدون تعليق. أيضا هناك مشاهد آخر أثار موضوع حول الصوم، المسيحيين يصوموا ولا ما يصوموش ووقتاش؟ نعم. سؤال مهم. نعم. لأنه نعرف اللي كثيرين ما يتصوروش اللي في المسيحية فما صوم. السيد المسيح علم عن الصوم. نعم. وهناك حلقة خاصة بهذا الموضوع حول الصوم. أكيد. لكن نعم. الصوم اللي علم عليه السيد المسيح أنه وقت صوم ما تخليش شكون يعرف اللي انت صايم. الصوم هو الانقطاع عن ليس فقط الأكل والشرب، بل هو انقطاع عن الصوم عن الكثير من الأشياء. لكن الصوم العادي الأولي هو الانقطاع عن أكل وشرب لمدة معينة، لأنه مكتوب ليس بالخبز وحده
يحيى الإنسان. وإذا كان صمت سيد المسيح يقول عطر نفسك. نعم. وخل ما تبانش للناس اللي أنت صايم. وبان فرحان. صحيح. الصوم هو شكل من أشكال العبادة باش نتوجه لله بالشكر على حياتنا. الصوم هو أيضا وقت نحب نطلب حاجة معينة من الله كما نطلب نحن من الله أنه يعطينا. نعم. أيضا نحن نبين لله اللي نحن من أجل الحاجة ذيك مستعدين أن نضحي أن نضحي بأشياء معينة. مثلا نقول أنت صوم شنو فيه بش شنو تضحي؟ نعم هو فيه تضحي. صحيح. يعني بش تفوت مش فقط الأكل فقط. ثم ناس بالتجربة شفتهم يعانيوا من حاجة معينة. نعم. مش فقط من احتياج معين يعني هو مدمن على حاجة معينة. الصوم عاون الناس هذوما انهم يتخلصوا من ادمانه. نعم. انا كنت مدمن على التلفزه. نعم. وقت العيمة دي حكى على الادمان انا كنت مدمن ياسر على التلفزه. نعم. وما نتخيلش حياتي موجوده من غير تلفزه. يعني انا نخدم في التلفزه توا لكن نحكي على ادمان اني نتفرج على كل البرامج بالباهي بالخايب وفي عوض نعمل حاجه اخرى كانت التلفزه هي اللي مأثره في حياتي واثر صحيا على نفسي. لكن انا كما قال عماد الصوم هو مش فقط انك تنقطع على الاكل والشرب. قررت اني ننقطع على عن فرط نتفرج على التلفزه بالشكل هذاك. نعم. مش الناس ما يبطلوش ما يتفرجوش علينا. نعم. اما نتفرج على كل البرامج وليت نختار برامج معينه وفي اوقات تسمح لي وبالحق نحمد ربي على هذاك انه اليوم التلفزه ماش عندها سلطه علي بالعكس انا اصبحت عندي سلطه. نعم. عليها هي. نعم جيد هذا. لكن الجزء الثاني في السؤال اللي نحب ناكد ان الصوم متى صوم؟ الصوم متى وقت؟ نعم. الصوم تختار انت في وقت معين. نعم. ثم وقت عندك احتياج انت تصوم. وقت تحب تشكر الله تصوم. وقت تحب تصلي من اجل حاجه تصوم. في اي وقت في النهار كل ساعات النهار يمكن تحب تصوم 3 أيام متتاليه 5 أيام شهر شهرين. نعم. قد ما تنجم تصوم صوم. الصوم ايضا نحب نشجع اللي ما يصوموش انهم يصوموا لانه الصوم المسيح تكلم عليه علم عليه وطالبنا به. نعم. هي حاله تدريب وتهذيب للنفس حتى نكونوا في علاقه قداسه مع الله. على الصوم ينجم. نعم. يحل انجيل متى في الاصحاح. نعم. السادس ونجم يقع على الصلاه والصوم. نعم. هناك ايضا اخوه من الجزائر. هناك اخ تفضل مشكور بتشجيعنا للبرنامج وصلاه من اجل البرنامج يقول اذا امكن يتحصل على الكتاب المقدس نقول له ممكن يرسلنا ونبعث له نسخه. واحد واثنين مره اخرى في الانترنت متوفر. نعم. يكتب فقط كتاب. نعم. مقدس وفي الانترنت سيجد. صحيح. واكيد انه فما كتاب في طريق واليه اذا هو حط العنوان نتاعو في الايميل. نعم. في الجزائر نعرف اللي فما المكتبات يباع الكتاب المقدس. هذا جيد ايضا. هناك مشاهد أيضا يسأل يقول ما الفرق بين المسيحية والأديان الأخرى في المطلق لم يحدد بالضبط. سؤال كبير. نعم. يعني أنا مش مختص في الأديان الأديان. نعم. الأديان الأخرى. نعرف الكتاب المقدس متاعي شوية ونعرف. نعم. الإنجيل شنو يقول. نعم. نعرف اللي الإنجيل يعلم أنه الله أحب العالم. الله محبة والله أحب العالم أنه سيد المسيح جاء حتى يبذل نفسه لأجل كثيرين. فمشكون يشوف هذا مش عدل؟ نعم مش عدل من وجهة نظرنا نحن لكن عدل من وجهة نظر الله. هو العدل متاعه أنه. نعم. شيء الإنسان في المطلق لأنه لا ينظر للإنسان كعادل ولطفي وبسمة ورياض وعماد وفلان وفلانة وفيليب ومارك وبيير بل ينظر إلى الناس كناس كإنسان يهتم بالفرد لكن في الخلاص قدم الذبيحة لكل البشر لأنه الإنسان أخطأ فيجب أن الإنسان يموت والإنسان الذي مات هو إنسان كامل حتى أنه هذا الإنسان الكامل هو الوحيد القادر أن يقوم وقام هذا الإنسان الكامل الذي هو اسمه يسوع. الفرق ما بين المسيحية والأديان الأخرى عموما أنك لكي تصل إلى الله إلى ملكوت الله إلى الحياة الأبدية إلى الجنة أنه في الأديان الأخرى تعلمك أن تقوم بمجموعة من الأعمال منها الصلاة والصوم والعطاء والفقراء والصدق والإحسان والرحمة. نعم. الأديان بصفة عامة تعلم هذا الأمر وهو أمر مستحسن لكن المسيحية هي الوحيدة اللي تعلمك أن الله هو الذي أتى إلينا نحن لم نذهب إليه نحن ليس بأعمالنا نلنا خلاص. نعم. بل بنعمة الإيمان أخذنا هذا الخلاص فتتحول حياتك يعني أعمالك من صوم وصلاة
وزكاة وإعطاء وكل ما تريد هي نتاج لثمار الخلاص. نعم. هذا الفرق ما بين المسيحية واليهودية وغيرها من الأديان. نعم. المسيح نفسه قال ليس لأحد محبة نعم. أعظم من هذا أن يبذل نفسه فداء للناس اللي يحبهم. نعم. والمسيح أحب كل الناس كل البشر، هذاك علاش هو موته على صليبه ما يشوفوش عذاب ما يشوفوش عدم عدالة، لكنه يشوفه قمة المحبة. أنه كل واحد فينا يستاهل أن يموت. نعم. في ثمن خطية متاعه، لأنه ثمن خطية موت ثمن كعقاب على خطيته، مش كموت. نعم. انتقال مرحلة انتقالية إلى حياة جديدة. لكن المسيح الله سر بموت المسيح على صليب فداء لخطايا كل البشرية. نعم. نعم. شكرا بسمة، شكرا عماد، لكن نحب نزيد نتواصل معكم في الاستفسارات هذه. البعض يقول إذا أمكن، وهم مسيحيون في تونس، يقول إذا أمكن نطلب منكم تزورونا للتشجيع وللصلاة والشركة. يعني أهلا وسهلا، ينجموا يزورونا ونجموا نزورهم وقت يتصلوا بنا في الكنيسة، نحن موجودين في تونس. نعم. في كل وقت أهلا وسهلا. نعم. وأحنا نشجعهم على شكرا على الدعوة دي. يعني خاصة نعرف إذا كان مشي ضيفك واحد في تونس بشتاكل كسكسي باهي ويكون عندنا شركة باهي. طيب هذا جيد، وخطوة حلوة منهم ومبادرة. نعم. بالحق نشجعهم عليها وقلهم ربي يبارككم، على خاطر ديما إنسان فما خوف يجيه من عند إبليس، لكن وقت محبة يسوع تسيطر في قلبه الخوف يخرج خارجا. وأكيد أنا قلت لك الكتاب يشجعنا على أنه نكونوا في شركة. نعم. دائما، وهذا أحلى حاجة. نعم، إحنا موجودين كما قال أخونا عماد، إحنا عائلة واحدة بالضبط في الجسد الواحد، وإحنا نشارككم بالصلاة وأكيد أنتم في قلبنا وفي ذهننا، لأنه هذا هو تواصلنا الروحي الحقيقي. هناك أيضا من يسأل حول وجود الختان التونسي الطهارة، المسيحيين يطهروا ولا ما يطهروش؟ الختان. نعم. موضوع شيق للنقاش. نعم. اولا تاريخيا ما عرفش عندي برشا وقت ولا شويه وقت، عندك حوالي دقيقتين. نعم. الختان تاريخيا. نعم. الله طلب من ابراهيم ان يقوم بالختان. يعني العادة هذه قبل حتى العبرانيين والإسرائيليين، وهي معروفة في الشرق القديم. نعم. معروفة عند الفرعنة، لكن أصبحت علامة مميزة لإبراهيم وأبناء إبراهيم إسماعيل وإسحاق. نعم. ولوط الذي كان معه ابن خوه. نعم. ثم أصبحت من شروط الديانة المساوية، من شروط الشريعة المساوية، أنه الطفل المولود من العبرانيين في الأسبوع الأول يختن. الختان علامة مميزة للعبرانيين عن بقية الشعوب لمدة طويلة، حتى أنه في وقت المسيح كان العبرانيين يتسموا أهل الختان. وبقية الناس غير المختونين يتسموا الأمم. إذن عندنا أهل الختان. نعم. علامة مميزة لشعب الله. ثم الختان هي ظاهرة تاريخية موجودة في أديان أخرى، من بينها العرب والمسلمين وغير. صحيح. واليهود. الختان ظاهرة عالميا. الختان في هل هو في المسيحية موجود؟ نعم. واجب غير موجود؟ ولا مش واجب؟ هو موجود لكن غير واجب. مش واجب. الختان موجود لأنه اختيار شخصي، الأب والأم يحدوا بالنسبة للابن الذكر. صحيح. مش للأنثى، للابن الذكر يحدوا الختان. واحد. اثنين، في مجمع أورشليم القدس في إصحاح أعمال الرسول إصحاح 15 كان موضوع يثار، وفتح المجال واسعا للحرية أنه نفتح الاختيار، نفتح المجال أمام الاختيار. نعم. للختام هو قرار شخصي. نعم. شكرا خي عماد، شكرا بسمة على اللي تفضلت به للرد على الإجابات هذه. للسادة المشاهدين احنا نقول لكم في ختام الحصة دي الرب يبارككم، ونجدد ونذكر بأرقام التليفون اللي بتظهر على الشاشة وبالإيميلات وبالموقع الإلكتروني أيضا في كما قلنا أمة في المسيح في جوجل، تنجم تلقاو كل الحلقات السابقة ضمن أرشيفنا وتطلعوا عليها. في ختام حصتنا دي نقول لكم إلى اللقاء والرب يبارككم.